في قراءة لأهم ما جاءت به الصحف المغربية لعدد يوم الأربعاء 9 أكتوبر. نستهل جولتنا في عناوين الصحف من جريدة المساء التي عنونت حديث عن حسم مزوار وبن كيران لخلافاتهما وحقيبة المالية تعود إلى رئيس التجمع. ونقرأ في الخبر: في تطور لافت كشفت مصادر متابعة لسير المشاورات السياسية لضم حزب التجمع الوطني للأحرار إلى ما تبقى من الأغلبية الحكومية أن عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة توصل مع صلاح الدين مزوار رئيس التجمع الوطني للأحرار إلى حسم جميع النقاط الخلافية التي كانت خلال الأسابيع الفائتة حجر عطرة أمام التوصل إلى اتفاق شامل يتم بموجبه إعلان ميلاد حكومة بن كيران الثانية. تفاصيل أكثر عن هذا الخبر تقرأونها في جريدة المساء. ننتقل إلى جريدة أخبار اليوم التي أوردت خبر اجتماع أرباب المخابز لتحديد إجراءات الزيادة في سعر الخبز. ونقرأ بخصوص ذلك: عاد أرباب المخابز إلى تكثيف الضغط على حكومة بن كيران قبل أيام فقط من عيد الأضحى بإعلانهم عزمهم تحديد إجراءات الرفع من سعر الخبز خلال الاجتماع الذي عقدته الجامعة الوطنية لأرباب المخابز يوم أمس الثلاثاء بالدار البيضاء. وقال الحسن الزاز رئيس الجامعة: إن الاجتماع سيناقش الخطوات التي ستتخذها المخابز في مجال الزيادة في أسعار الخبز والطريقة التي ستتبع لأجراءة هذا القرار. جريدة الأحداث المغربية تكتب: منهم موظفون بمركز تسجيل السيارات وأصحاب مدارس لتعليم السياقة. قاضي التحقيق بمراكش يتابع 23 متهما بتزوير البرميات. ونقرأ في مقال حول الموضوع: المشاركة في الارتشاء وتزوير وثيقة تصدرها إدارة عامة واستعمالها والنصب بعض من التهم التي وجهها قاضي التحقيق بابتدائية مراكش إلى المتهمين بالتورط في قضية تزوير رخص السياقة بمراكش. وشملت قائمة التهم كذلك جنحة الحصول على وثيقة تصدرها إدارة عامة عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة واستعمالها. تفاصيل أوفر عن هذا الخبر تجدونها في جريدة الأحداث المغربية. طلاب جامعة ابن زهر ينسفون درسا افتتاحيا لوزير الاتصال ويرغمونه على مغادرة الكلية. هكذا عنونت جريدة الأخبار. ونقرأ في نفس السياق: أرغم طلاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي على عدم إنهاء درسه الافتتاحي بمناسبة الدخول الجامعي الجديد، ليجد نفسه مرغما على مغادرة مدرج الحسن الأول حيث كان يلقي درسه تحت عنوان الإعلام وتحديات الهوية في ظل الثورة التكنولوجية، حيث تم إخراج الوزير الخلفي وهو محاط بأطر وإداريي الكلية نحو مكتب العميد بالإدارة. تفيد الأخبار. نتحول إلى جريدة العالم التي عنونت العلاقات المغربية الأمريكية في أسوأ حالتها، مواقف أمريكية عدائية متتالية والرباط مندهشة. وقالت الجريدة بهذا الخصوص أن الإدارة الأمريكية كثفت من هجومها ضد المغرب وأشرت عبر العديد من المبادرات على أن العلاقات بين البلدين مرشحة إلى المرور بمنطقة من الارتجاج والاهتزاز. فقد بادرت الخارجية الأمريكية بإصدار تقرير أسود حول واقع حقوق الإنسان في أقاليمنا الجنوبية. تفاصيل هذا الخبر وأخبار أخرى تقرأونها في جريدة العالم. نختم من جريدة الاتحاد الاشتراكي التي كتبت: تعربت أول الواصلين إلى أكادير والطوسي يستدعي محسن تولي، حيث سجل المتتبعون أن اللاعب الدولي المغربي في صفوف فولهام الإنجليزي عادل تعربت بأنه كان أول من وصل إلى مدينة أكادير ملتحقا بالمنتخب الوطني. ومعلوم أن الدولي المغربي كان قد غادر المنتخب المغربي عشية المباراة الحاسمة التي جمعت النخبة الوطنية والمنتخب الجزائري، وكان وقتها البلجيكي جيريس مشرفا على المنتخب. منذ ذلك التاريخ وتعربت خارج تشكيل العناصر الوطنية. بهذا نكون قد أنهينا جولتنا الصحفية. دمتم في رعاية الله وإلى الغد.